حجم المحفظه بقى، وحضرتك بتكلمي على 7 اتفاقيات جديده في الديب ووتر، في المياه العميقه، فين بالظبط؟ في البحر المتوسط، في منطقه ايه يا استاذ بالظبط؟ عندنا في شرق المتوسط وفي غرب المتوسط وفي البحر الاحمر، كلها مناطق واعده، كلها مناطق مهمه جدا ومتناسقه جدا مع الاستراتيجيه بتاعت قطاع البترول في مصر كمان، اللي هي زي ما حضرتك كنت لسه جايبه المنتدى. هي دي المناطق الواعده اللي عايزه استثمارات كبيره وعايزه شركات بحجمنا نقدر نشتغل فيها على سلسله القيمه المضافه كلها، مش بس على الاستكشاف والتنقيب اللي احنا شغالين فيه، بس كمان على الاساله، على التصدير، على التداول، على التجاره. وبالتالي ده احنا شايفينه ان ده دور اهم لينا، نطوع فيه امكانياتنا وخبراتنا الطويله والتكنولوجي بتاعتنا، وفي نفس الوقت ان احنا بنساهم في مساعده للقطاع البترول المصري انه يحقق الفيجن بتاعته انه يوصل يبقى الانرجي هاب في المنطقه. حجم محفظتكم قد ايه؟ حجم محفظه الاستثمارات قد ايه يا استاذ معتز؟ المحفظه كبيره، يعني احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بادئين من سنه 1911، فعندنا في كل مجالات القطاعات، عندنا اكثر من مصنع، عندنا اكثر من مشروع. كنا لسه من 2008 كنا عاملين مشروع كبير قوي اسمه 9 بيه في الديب ووتر، كنا صارفين عليه حوالي 750 مليون دولار مع الشركه بتوعنا. ويعني هي المحفظه مليارات، يعني تراكميه من 100 سنه و 110 سنه، مليارات من الدولارات. وحضرتك عارف طبعا القطاع ده الاستثمارات فيه بتبقى متغيره كبيرة. لكن دلوقتي ما نقدرش نقيم شيل مصر حجم استثماراتها قد ايه؟ والله صعب التقييم، يعني لان بيبقى فيه الفالويشن ده مرتبط بقد ايه حجم الهيدرو كاربونز تحت الارض وقبل السايزميك ولا بعد السايزميك، وليها تفاصيل كتيرة قوي فنيه. فاحنا بنفضل دايما ان احنا بنتكلم اكتر على الاستثمارات التراكميه خلال السنين اللي فاتت. طب الاستثمارات التراكميه خلال السنين اللي فاتت قد ايه؟ يعني اديني رقم. يعني زي ما قلت مليارات من الدولارات، بارقام كبيره جدا. يعني مثلا احنا بنتكلم، لو سياده الوزير كان بيتكلم شويه مثلا على المركز الاقليمي للطاقه، مرتبط جدا بمصنع اصاله الغاز. المصنع اساسا الغاز ده مصروف عليه مليارات اوفر ذا ييرز، ولو حبت مصر تبنيه النهارده او اي حد من الشرق المتوسط هيصرف عليه 10 20 مليار دولار. طب سريعا حصتكم قد ايه؟ يعني انتوا نمره كام في مصر مثلا؟ حصتكم قد ايه في انتاج الغاز؟ احنا كنا طول عمرنا حوالي في الصحراء حوالي الاول او الثاني مع المنافس التقليدي بتاعنا، وطبعا اي ان اي ما شاء الله لما كبروا. المنافس التقليدي هو بي جي بريتش جاز. احنا خلاص احنا بي جي، احنا انتوا استوليتوا على استحوذتوا على بي جي بريتش بتروليوم، وبقينا حوالي ثاني او ثالث واحد في البلد.